صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس عباد الله، اتقوا الله تعالى بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه وشكر ما أنعم به عليكم، فقد وعد بالعاقبة للمتقين والمزيد للشاكرين. ولا ليال ولي وحين كترنا قيس كمسلمك سيد الله سمعيه إن شاء الله خضب كينادن بين قندونا سيد الله إلاليه إيوه هدو خلافه ما أدى سيد الله حلله. لكن ولي وحين كترنا قيس كمسلمك سيد الله سمعيه الأسرة المسلمة. ولا ليال وليس إنه قصر شيئاً عناية حوق لأي دين تإسلام كسيسي قويس سبب توامح وهل كي ترنك أمده وبشر باسير كيسي لأنكايا وحكا قالي سنة متر بشر كوان كان أردن إلهي قعن تيسيو كقليه سيد الكون وي بشر كإلهي باشرف خليفة الله في الأرض وي إني جاعل في الأرض خليفة خليفة الله في الأرض بيننا وأدوكتين ديرتو عناية وحلوسية قيد بقيت كقيمة بدنية. فما بالك قف بلا آدم انت يلا ربا إن لقى فكره انت يلا ربا شهوة هذا إن أدميل وناكسن كوه بسطه انت يلا ربا إن أدد وناكسن أمضى مسلمين تاكسو كرديسو ما أكتا إنو والبوحو بيرتاك أصابحا نكتين كأبورتا تين بيرا تمير أصابح ميسو marka bulshada muslimiinta ah qof walba waxa la rabaa inuu dowrkiisa ilaashado oo uu qabto oo ka u ka tahay naftiisa inuu islaaxiyo wa thani inuu ka fikiro lamaanihiisa mustaqbalka si dad wanaagsan ay u soo baxaan qoys wanaagsan uu samaysmo. Arrintaas waa arrin muhiim jiddana, waa arrin diinteennu ay ilaalisay, waa arrin markay muslimiintu fudaydsadeen أما دلي يردوا يا هرين تاسها شدين ما أنت ضد بدن ولا جرنا إنا ينوس وكردين ددان ديننا إلى لنا إنن دل إلى لنا إنن ضدنا إلى لنا إنن دوينا إلى لنا إنن وما لا يوسع لنا يا ما لا يكسع لنا منا أن لا جرنا إنن أيا أبي هو يو أن فكر بدن لجلينين وح وحكسوا دح بحي وح أن لا جرنا إنن وح أن لا جرنا إن بكسوا بح هل حارانا نرجع حلال مدرسه runtii waxaa ah oo dhab ah haddaan bulshada tarbiyadeeda aan la ilaalinin qof walba shakhsinimadiisa loo dhisin qoyska aan fikir iyo caqli badan la gelinin awlaad markuu ilaahay geeno ricaaya lagu samaynin fikir badan la gelinin runtii ummaddu way naafoobaysaa rijaal wanaagsanna u soo bixi maayaan. Waxaad ogaataa taariikhda islaamka markaad dib u eegto nin kasta oo magac weyn leh هو يو وناكسن يا أبا وناكسن باكدن بي بل قاركوت هو يو وناكسن كلي أكدن بيس. مثلا إمام الشافعي رحمه الله مركي الله شيئاه محا قلبي قاقا كسور دعيه ويل أبي هو يقر بها أي هيين وي ما عرق تتاقي رب بدن أموتي لكن سلام ماهين هو يو وناكسن أياه تربية يسا أقوم بها كان يتيما وإمام بخاري كان يتيما إمام بخاري واد مقشي محدث كوين كان يتيما أقوم بها هو يو وناكسن أيا كريسي قعنت قبطي كرو قادي غير كيسي ودن رافسا مركا إلمها الله ودن نولان مايو وحال الربا هدي هو يدو ميتش كبحضو إنو آبا وناكسن إلمه أهارو ودريالا ونسوق إسكا جلينين ونسكا مغنين ونور بكاهينين ووالا دلاي ونوالا دلاء أين حاتي دي سوهين
لكن هنك وين وحن بارسم هو يده هدي كسو بحسدان المهي وأبوه أمي أشكبحه وين النقطة هو يو حملي كرتا ركا وين علوس قادي كريس واجبات كذا جدنيس رمتي وحن أمانة يا هو يو ينك الصوماليات أو إم بدن أدرك يسوي يلا نينكي أولادي كجت جاي يلا مهر كيف أكون حريه وسنسوه ينين دي عيني هاي بل ود إيو بل يا باس أي قالتي أو يدو إلمه هذه لا تفق سريس طبعا ده حبوب إيبنيس أي ما أعرف شقت جيس إلمه هذه أي كسارة إلى جامعة هذه أقون بدن إلمه هذه جلنسية تربية وناس قار بدن أو حضر كيسال وفوري أو كضيع عن أمريكا دويدي سكورنا سدد كبا كما يقانو مقالة أنا وتشوجا سبحانك يا عظيم أدون كاي إله الكيك الجليا إلمه هي سيدا أضيع ما أنت إن أنت سلاص وفريستو لغو ورجليين أنت هذه أي ما أركتي ما أنت الله صفرستي شرع عدنا هذا كسيس كالي مهري أو جرم بوايدا أن أنت عصو جرم جرم دلتي هذا روحي دلتي شان يطمن سنكون ما بدي برجع أتفرطي بعد الشيء سبحانك يا عظيم وين عدي وحنا عي وحنا الذي كشيء كينا معها هذا لا نسكله وحابلا هو يأكل أقوم موبين أو أضيء وناكسن أنتي حلتي قدر كوي مد لأن يدي إلا تفخسني سعرورتي أو هنتي كضيعا كضيعا وكره فاتسن أي أبدا بلشدة إن بدن بصدح لا قي بدا ندي شيء أي كيه هنتي أكو أمانة إنا دمرك الصومالية ده هنكله قيمة أبدا أولاده ولا أنديعين دلالك كلي دوني ده كلام مركاد يكتو قبل دمرك علمه أشد أكون غلان وإسكاد إسكاد تكتاب نبي راتسته لكن ما أهان قبرنا الصوماليات قبرنا نوعاس لكن رجع فرتكو جدنت أو هنتي رجو مصين قيب كميدة أي آدي آدي قلنا اللي سين أرنتها ولا ليال وقت جن حالي جن مك كتيرنا ووقت وقت الفتن وي مالين بلشدة مسلمين تو أي كذا يعنتها تاريخ ما ينص عمري بربر عالمي أكويمد بلشدي مسلمين تاهي بلايك لنا والغفري او اه وحن انترنت كايا حملات كسوحو حنبارسان يا ادب كبدا ايضا سيداتي هادنا بلشدي مسلمين تاهي مركا ليكتو وامد رجله شباب بيو بدين بغولكي بس تضباطا وحالا اوران كراوا دانيارا دانيارا داين لو فكري وباهي انقورك الله فضي ديا اللو باهي ما انت وادوكتين وحينا ننو أركي ترين بيهو أركيا بلي باس بالغو سوداي شهوات كي يغريز دادو دي إلهي وكو أبوري طبيعي قيد بالغو كعنايا هادان الباب كاسي وين لافورين انفرد ديه سعدان لافورين زواجك أما قورك حلاشا الله بادنين خطر بينو كترنا إنشيلا لبا أقونين صوبحان ونأبترسين بالهين والله اسكننا النبي اسكننا بنابنين وحان ترين عين ويكون ريب قار كل شيء إن ما أركتي بلشدنا هدي زينة كبرته يفاحشة ذو جيل الباب كساقع من نحانة ونعنا ونحرسنين ويا ما حمدنا يا حبارسيهين أيا عقدة جلينيس هذا رادد بين عنا هرد شيرين وأنا دين تين الإسلام كعلاجنا يسير للهي كفوا هذا الزنا ولا تقربوا الزنا وحلا لو يحي عذر يلا على شيء أي نبي أردن الدنيا آخره كفوا هذا ولا ليال لأن يرضى إن لتهيئة وبهين إن زواج جماعي الله سمي وبهين إن سياسة الله درصده مستقبل كان له بهين مسؤولين تو إن كفي كران ومدن إله يقوى دين ياي أيال ربا مصلحة وإن ويكتر تائن غير الله قده مصلحة لا قويس كمسلم كأي الرحمة دا لأبورة لأن يرضى الله أبورة غير الله سمينا يوحادير إنه قف كده اللي يرضعها ومسؤولية دي فوليس أو شقته جيو تاجي تبرك استبق أولاه شقته جيو مركا حمانة وحاكينا ضعكينا نبكا كينا بطالة عمل أنت لكن قف كعمل بالله سمي مكرير له سمي وفكر يا وهول ت وتجيا وشقته جيو وكرير كبل والودس هل كعذو كور نبعته وحماله وخلاص مركا سكينه هلاي وجعل بينكم مودة ورحمة رحمة يا سكينة بوهل آب والنغضي وحو حنالي بو النغضي
الماء لورد على رير حريص بكسو دقيس وحي ودي بيو دم بتشوتشنا وحي دريم يا سيدو وش عليه حاس كيس المي سو وش عليها إن دتك كلنا أولاد دودي رير هذا أي وش عليه وما دن دناي سيبو دناينا يا نبت قليه دو كش قينا يا قيد بكون نقنا يا دا عد بدل كيس دت كيس دين تسبو نقنا يا مركو جرب قال هلا على هاي ومهم إن اليرادة اللي تشهيو أولا من نوع لو تشهيو والدين تو إني تخفيف الزواج هي دمر كوبا أي سمايان إي قور كلا فضاي ديو دمر كوبا أي كبحان وحان أي كف كريان ترى لبضان ما عون تن ترى لبضان عيد استعمالي سبا اللي قرني قوري وضويلة محا إيش فائدة يعني انتين لو قبهان يلا بكيرو بكيرو يسوي كعبية ميدا يدو كعبتو خلاص انتهى الكلام وحن ترضى بدن وواحة عسليه قور كي عسليه وإن لفضايديه قدومر كونا فضايديه والدين تنا أي فضايديه أرنك هدي هالك على غف فضايديه قفل بوكو ديرنا لكن انتي طبعا كون قوري قتاقين يا ألابا ديش أما كب بدن بأي تاقين تا ودو ينكلا أو شيطان أو بدن بافرمي وكو قال خربي ومعاسي وذنوب qayb baan dambiga lagu yeelanaya qof kasto oo culayska qayb ka ah dambigaas waxbu ku yeelanaya kan xumaanta ku dhacay samri laana ka ubu ka yeel wal yastaafi fi alladina la yajiduna nikahan bu alla hadda ursoonaadeen kuwa aan helin guur halaal ah hadda ursoonaad hay silaaliya wa raganimada wa dadnimada wa yaani ilaahi subhanahu wa ta'ala baqdinta laga baqanayo ayaa keenaysa inuu san qofku damacba ka gelin xumaan لنا على بعض اللي قف ضيدين كانوا حوي جانب كل بعض اللي قف ضيدين وين دتك تجارته إله مال كسي يد مرحلة أي أرنتها كقريب قاتان وزواج جماعي على السماي عرس جماعي على السماي لا يسكو قطها ما قع قف كي دوني هل كاسو كتيرة منفع قف كي دوني هل كاسو كتيرة هل ورشد أو تركبته أو وناكسن يعني وح حقيقة إن أدوح وناكسن أخري أدون بكتة بعض ولي بنا شروط بقى اللي محر لها قف كان بالود لهين ريركا أن مارت الجبل ده وانا أكسنا عفي فضة دورسون حجابا إيه ويلك أن بالود لهين الصلاة صحة مساجد كتيرة إسداء قد نوع عسى إنه أقبنا ينام أو فضي دين نقول كبر كلنا جانب كي أخلاق لنا وحبلن بالغ قال دد بدن بالود إسك ديني دد بدن بس دورة الجبل بدن بحجابا إس سي رير وهالشيء جوري وانا أكسنا وهاش حلا أي مركب ولا ليال جانب كاسنا وحبلن باي دتك انه كنت تبعان دتك انه وادد اهل خيره لكن دينا ما نقامه ورتبان هلكي سنه بتبان قيس هدي لا دسو تبان قيس تبان ويل يا تبان حبلو ليسو دسو بلشدو كور باي وسونس وانا لا اسكو ديانا يا هدي ليسو بلا هدي لا بلاو ولا اسكو ديانا دتك انه خيرك ويس كغا ديدا برنامجك اد بانو ديري غلينيا وحان دلن يرده كوانينيا لبا قودو او اينو سوبتاي والله بدو بحن وإنن للا تغيو إنن رير دالير والله قصو طبعي يدا هن يرى تالك حيي أو مسكينة إن بين بين لوشيغو الله كحييو أو ميل كلا قرق كلا ونقرقو دي أهين وشرف دع وكرامة دع إنن تا أداد دلي حلقون نقون ميسو ما ننتا عقلي يستو مركن وعروري بين بادو شيكتاه waxay ogaanaysaa inaad sharafteedii meel kaga dhacday inaad shariicadu sidee ogoleed si aanay aad ula dhaqantay inaad khiyaamaysay inaad qof fiican ahayn qoyska aad la xididayna waad kala dhimateen ilmaha abti male awow male eedan male habar macna waxa soo dhawaad ka dishay tariiqa saxda ah in lagu doono gabadha waa daruuri iyadoo gurigoodii joogta shariicadu waxay ku siisay هذه اللودي ذا إن هرتوا ذا اللجوج مهرين كر محل الله دوما نيسا محل الله حلا نيسا محل خيام الله أوضة حاجات دليل أوجها نيسا دليل كاسو حاجات بكين حاجات لوش يا جاي قبر ل لكحي وحافظ ده كله اللي جاي أما مال مية اللي جاي لسوم مهري لسوم حكي كنا على وقت النبي صلى الله عليه وسلم حكي كنا على وقت الصحابة حكي كنا على وقت التابعين ونعرفك سدابة معه سدابة كم إيمانين مسألة ما مسألة فقهية علماء وحكوا كان هذه ولي اللوايو أولي ودنك كم قيها تلفن متشرين ما أنت نقول كودن بهالك ودن بيجوا هلاو
wakaalo inantaadii baa loo soo fadhiistay hebel waa u dhiibo wilaayada hebel oo adaanku inanta bixi guuri ninkaana u guuri khalas warku waa dhinay xidhan war waqtigan ay fuqahaadu arrintan ka hadlayeen waxa weeye waqti dadku ay kala maqan yihiin oo waxyaalahan lagu wada xidhiidhayana ayna jirin ayaa la leeyahay hadday dhacdo in nin iyo gabadh isu baahlaan inay isguursadaan ay doonaan labadiiba dad shahwale ay yihiin weli wal amarkii inantana aan la haynin maxaa xala shareecadu markaa albaabka hadduu xidhba albaab kale furaysa waa in qaadigu markaa uu guuriyo maxkamadda la tago sheekha ama qaadiga ama waa in badiil la helo laakiin hooyadeed ha laga hoos kaxeeyo deedna ubar hadle ha la geeyo halkaa ha lagu soo meheriyo ama guri halkan ha la geeyo ha la yidhaahdo odayaal intay cumamad soo qaataan nasiya inaan la dhacayba maxaa lagu siin waabad sidataa nasiya labadaa midna sax maa in meelaha lagu soo meheriyana qalad weeye in inantii intii gurigeeda laga kaxeeyo guri kale oo shaga yare la geeyo ama ina moogaa la geeyo iyadoo reerkii waxba gacanta ugu jiran oo khiyaarba lahayn la yidhaahda nasiya dawa ku qasbay ku siinay bay ku odhanay lakiin waa waxaad ka qaado ku siinaye waa waxaad ka qaada barakana ma leh khayra ma leh anigana magacayga weydiishay buu ku leeyahay waalidkaas inanayi maaha inkaar bay qabtaa ku siiye inkaarta qaado xageed la tagtay laba indhaahu cascasiina bay kuu dhaliyo ku waala adigana ina waali baad ku bilowday lama rabo waxaa la rabaa miirqab iyo duco reer marka la aasaasayo qadiyadaas kaxaynta ama ha noqoto mid lasooba meheriyey ama ha noqoto mid dib laga soo doonaye sax ma aha waa arrin dhaqan in badan inala soo socday oon sax ahayn oo u baahan in laga gudbo dadku aqoon bay yeesheen in laga gudbo qadiyadda kalean saxayo waxa weeye waaba ma aragtay inankii inantii waaba wada socdaanba waa saaxiib deedna markuy wax soo baxaan ayaa la leeyahay la ysku miraa la ysku asturo ilaahay ma asturi kuwaas adu maxaad asturi qadiyaddaas dhallinyarada waxaan leeyahay laga fogaado ilaahay kuuma ogola zinadu waa waxun waxaa xaqiiq ah in ilaahay adduunyada kaaga jaray aakhara ka hor waxyaalaha aan aakhare lala sugin bay ka mid tahay zinadu qofka zinaysta ilaahay wuxuu ku intixaamaa in inantiisa laga zinaysto in gabadhiisa laga zinaysto in zinada uu ka dhammaan waayo in isaga ka dhammaan waayo isna lagu xeero un waa cuquubo la og yahay oo la arkay oo dhab a wey inan zina ku dhalatay oo aad sidaa ku dhashay miyay dhowrsoonaan ma dhowrsoonaan ilahay baa kugu ciqaabaya jala jalaalu ama adoo habla biisa hablihii islaamka bi'iyey inay hablahaagu kuu dhowrsoonaadaan oo ooridaadu kuu dhowrsoonaato heli maysa waa kamaa tadiinu tudaan saad adigu ka dhaqan dhigatay baa lagaaga dhaqan dhigaya waa lagu ciqaabaya foolxumadeedaa lagu taabsiinaya madax xanuunkeedaa lagu taabsiinaya ceebteedaa lagu taabsiinaya ina adaa ka dhaqan dhigtay labadaa qadiyadoodba waan runtii waan uga digayaa dhallinyaradeenna nabigeennu wuxuu leyahy sala allahu alayh wasalam idaa ataakum man tardawnahu diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ila tafcaluhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir rasuulku wuxuu leyahy sala allahu alayh wasalam hadduu idiin yimaado qof aad diintiisiiyo akhlaaqdiisa aad raalli ka noqotaan qiimayntu waa taa gabadha ta lagu qiimaynayo waa taa ninka ta lagu qiimaynayo waa diin iyo akhlaaq diin iyo akhlaaq diin waa maxay marka maxaa lagu garan qofkin inuu diin leehay waa inuu waajibaadka gudanayo waxyaalaha xaaraantaana uu ka tegayo waxa u qarsoon innagana looma dirin qofkan waxa u qarsoon ilaahay isaga isla og laakiin dawaahir waxyaalaha ka muuqda waa inuu yahay masaajidka jamaca mid ilaaliya waa inuu yahay qof aan waxyaala xunxun lagu maqlin ama in qofka bini aadamka ay uu dembi ka dhacayo taa lagu qiimayn maayo qofka dembi wuu inaga dhacay laakiin kabaa'irta waa inuu ka tago waxyaalaha waaweyn waa inuu yahay qof ka fogaanaya waa inuu yahay qof sumcad leh diintu waa sumcaddaadii weye sumcaddaadii nabigu wuxuu inoo sheegay sala allahu calayh wasalam janaaza la soo mariyay rasuulka sala allahu calayh wasalam janaaza ayaa la soo mariyay deedna dadkii daba socday baa waxay leeyihiin alla qof wanaagsan buu ahaa nabigu wuxuu uhi wajabat sala allahu calayh wasalam hadday janaaso kalaa lala soo maray dadku waxay leeyihin afkay maroorinayaan allah nin adduun buu ahaa qof adduun buu ahaa dadka muslimiintu waa dad wanaagsanoo
قفك هدو حيه كما فقالاني مرة دو دنتاي أفكا اللي يرم مرورين ايا مهيب البعض دنتا ألا دولكم حوا حيا وهد فهم يسا مركا إن بلايا لقوه رمي لكن كانوا أهائي كانوا أهائي إذن قف لمتاي حسي هذا الهائي الميس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجبت بور كان هو واجب صحابة دي بويدين وحي رسولك إله وما وجبت محا واجب إلا بذا وجبت باتري وهي هورانا تشنا واجب تكيدا بنا نار بواجب تبو النبي صلى الله عليه وسلم مثل بوحي اللغوش يا غيبا واجب قف كوانا أكسن مخراتب له مركا اللغو له قف دين له أخلاق له وحل ليس سيوى دين ما هو قف وبالشدة أنه أينو أركينا دد كوانا أكسن قف كمدأ هدو إذي ما دو نبي قل له أقوري صلى الله عليه وسلم هدات سيدة السمين ويدان فساد با كرنا عيال أولك بوله نبي صلى الله عليه وسلم معنوه حوي وإن قفك اللغوح الشدين هدو قفك بلا دين محاد عيال تي واحد لقى عبنا يبادع، لكن إنن نن ما الله وحش شيء أو بلا دقنة أو بلا دينة أو باجرون كسيب أن لهينن ومال درن كيمد اللي لا باس بوروين بوطا أما العق بوله أما كم بوله مساج كنا كل حنين تي واحد هذا مكمل الله يسانه بادع واحد عايز مكوامه فرتان كي بابط أدكتي وقف دين له وح حقيقة إنه كفر عذيج ولا شيء وح حقيقة يدنا إنه كفر عذيج يسوق الكدين له ولا لك waxay ku talagalayaan inay dunida iska xusheen way soo dul qaadanayaan malaa'ig lama aha qaladaad ugu dhacaya laakiin wanaaga ka badan gabadha muuminada wanaagay leedahay ka badan qaladaadkeed ninka muuminka ama wiilka muuminka ana qaladaadkiisa maxaa ka badan wanaagiisa iyo ihsaankiisa waxa sala isku qiimeynay waa isku faraadeeyay ilmaha loo turaya taranta loo turaya laakiin markii wax kale la isku xusho waxa soo dhan ma jiraa wala kala soconaya dib baa dhacay isqabsi baa dhacay عبا إيمانيسا فساد في الأرض بعد عيب النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق لأنتو كذلك ولبك يديله أحمق أن نحين أو ما أركتي أن دقن قرنين أو عيب قرنين أو أن وحبك قرنين مركي إن أنت أفكر لك قليو أما إن بلا سداسو إيادونا نوع عاسو كلا سبحانك يا عظيم فساد بعد عيب الرسول صلى الله عليه وسلم سكدا إن قف كان نوع أنا دين لغو حلان وآيو أما إسوه كوي من الآن إن أنتي بأوديدو أما إن أنتو أي ديدو يلا وحكا لا وحكو قيمينس الدون أما مقع أما مال أما وحكو عيقامينس أي ديدو إس كده أي وحا وناكسن إن أنت تالا أدوه لدونا تقفك أدوكتا إنو كف ويا كف وحارو غوضا قف قيمة بدن أو كرامة لأ أو دين لأ أخلاق لأ إن أدوه تراور إن أنت سكسي سداسة المسلمين تسمين ترى قصير بارد كا قصير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيا إن أنتي سي حفصة نبي جورستي وفرع سداد يتبن تر يضاء وعرملة أي عمر وحكف كري نينكو إن أنتي سين لا إن أنتي سجا تربيه وحفصة وإن جوري عمر كبر بارتي هو يوم أكسر يا أبو ونكسر باب برباري ورياتكو آمن تاين أنت هذه رسولك هو كلا حسوا ذا مركز صلى الله عليه وسلم لكن رجي كلو صاو إياه أبو بكر بأو صباح والله إن أنت أبو بكر كلا هذا أبو بكر بقول تري أبو بكر بقول وري إن أنت إذا حفصة حفصة أيها كسي أبو بكر سعد بقول يرمايا ولا لا ما أنت أنا ومتشي إذا حقها عمر آد بقول رحمة حلو ورينكم حاكم على ساحي سو كان إن أنت كودي عمر بر لباد بو إسقاضي وحوريا صورة أبي بكر عثمان ألا لا عثمان ما صورة عثمان بوت عثمان بوارنتي وشة حوري وارين أنت حفصي جدو أنكو سي عثمان بعير بل صدح عشو دي بيقولك أن صو يا أمارت أولا كوير تلا صدح دي عشاء ده ماذا عثمان أي صادن تي كل كور كواي عمر ايو عثمان صودنت مساجك اسكو يما دينو عثمان مركو اركي عمر او سو سولا و فاهمين وسن واخ كلا ويدينين الى حفصو بو ويديني صلاه بهوراي كغلا الله اكبر عمر و اكفرست و خوري وليجي با كو جير سو عمر و كبخي باه صلاه دي يو ديريي عمر و اكفديا السلام عليكم السلام عليكم مركود وريا إن أنت هيدي أن سؤالك إلى بلال مسدح إيش ما
هذه يقول شواب علوي والله ولا الهول يا ما ما أنت أمي تشيدوني أنا أنت عمر وحي كجدك تي كررت ما العلاج أنا ما كنت سيكون قلنا وام نبي وقبت صلى الله عليه وسلم يسوي كأش كتونة يا لبدي سن صاحب وحي قصة مايا أقول رب الرسول كورك أشي وجارسي صلى الله عليه وسلم بل رجع سوي وتبع يانا يا جاي حب الله هذا قصة مين يا عقبات ككهر إما يسوي قصة بريانا ما أنت هبله إنه إنك وينك قرصنا يا أمبا كوب الشيء هو يد إنه شيء ما يس واي صاحب الله معه إن أنت مرك إن أنك لا يكو قرصنا يسا نوالا أن دامين بق نوالا الهبل بق إله الله محن سمايا لا جور سوى نفي عنه وامد رامول كتشوغانو شيء غير كوي على شيء ذاك مود شيء ذا إنه ما نارك شيء ذا لكن هذا شيء ذا المود وحي فول هو شيء ذا إن أنت دا 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 ده كانوا بق يد لو عمران والله كا يا به الكربة بركل بستان أركايو وأكو كذا غاقي لا سيرولك بكرة عاي سبحانك يا عبد لكن هذه عربتنا الله صاحبنا يا وحقوق قرصن لهاي والد كتب الله تشن لهاي والد كتب حشية لهاي هو يدب الله حشاشق له هو يكورهم أبا كورهم مركا المهم إن ما عرفتي الله صاحبنا وضروري وينو كل صونا لأنه إنه وحقوق صونا إنه وحنو قرصن كنا ولا ليابين نعيب وهم منين بتك هذا الشيء الله أرنين جورو تجوي ويقول جور سنة مير وسماء يا إيش هكذا لبلن وهي أبا أركتو أنت إن أرنتو فوجانين وين هو يدت رأيش يقولي من أنتو إن هو يدت وش يكتا سيفي عم وهو يدو أباه وش يكتا مركل وده واي وين أنا أباه وكحشونس إن كنا أبيهن والله تصدق وروح بلنت هلا جاي أبا هو يدي سنة إنه شداد كي راح يشوفه أبيهن وش يقولي أبا قيس كاسية إن أنت أبل كور به وعن كوه ذي مركا وحوت لي عمر رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحول أبي بكر بن سدا كوريو سدا سويويو عثمان بن سدا كوريو سدا سويويو خاصة النبي وحول صلى الله عليه وسلم ما حفصة ها لبض وضع ومتك خير بدن بقرسنا يا رسولك صلى الله عليه وسلم مركع عمر ويا أبي بكر يا عثمان لبضك ككسي خير بدن وأي مركع وفهمي إنه رسولك يا صلى الله عليه وسلم سواء أدو فرحسن أيك صباحي لبدي ساحبة كهريمد لأن نوي سلام ورب ورهم بيرادن والله ده إن أنت تقول دين رسولك جورسنا يبكو رسول الله عليه وسلم وحيلا والله وأن جورسنا لها إن رسولك أنا قلنا غلطة شذي مرك سرت النبي قينا شجنا وأن كحشونا أنك ده أنا ورانا جو حباي النبي قا كوكو صوص على سوالف وانت صور الله سرت النبي هوري بكسي شجلا صلى الله عليه وسلم ما نجا هين كربا أرامس ورب نكو أجنا النبي قا كوكو صوص على صلى الله عليه وسلم عب رسولك سرت زيادات شكت وهاي رأينا أن هذا كأعري سنا نقدر أنني إن النبي سرتي سشيعنا صلى الله عليه وسلم رسولك ونويديه ونقلت الشدة عرنا كأوانو ونكوال صعنا وأنا كفر أحسن هاي فهني قالك لكن دين ما هو قادرني رسولك وركي سأنه هاي نمرك إن كهرنا عن ماله النبي محمد هذا الهيو عيب نقطه إن سرتي سشيعنا عيب نقطه سيدا سيدا هاي هل كاسي رجمرين وكقراعين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا ليال نبي حور صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة برسولك صلى الله عليه وسلم الدنيا والراحة ركوبا وحقوه ونكسن الراحة لاسو أي كؤر ريساء وقيمة بضنة وقبر ونكسن إلهي أكسية بالرسول صلى الله عليه وسلم قبرنا إيضا إلهي نيو ونكسن أسيو نولش اللي فهمي ولا الكيادة وعبو النغضة وهوية النغضة قال انتي عبو بوحية قال انتي هوية بوحية قال انتي ولال بوحية قال انتي ومدى أردن وحيو قبهر دي بوحية إنا هشو بلشادة كاش ويهان كيادة ويلكنا إنو قبر ونكسن ومؤمن هذا نبي وحوري صلى الله عليه وسلم دمر وناقود رسولك وحكوسه أروريه إنا يتهاي تامركاد إيكتنا كفرح قليسه يعني وحونا أكسن قبانا إيسا
wajiga furan ee markaad eegto ku farax gelinaysa markaad amartana ku maqlaysa markaad maqan tahayna iyada nafteedana ilaalisa amaanada kale ee odaygeeda u haysana ilaalisa saddexdaas sifo hadday gabadhu adiga kuu samayso ilaahayday ku xidhanta adigana saddexdaasaad ka heshay gabar ka fiican oo kaa maqan ma jirto waa maxay waad eegtay waa gabadh qurux badan oo labisan quruxdu waa maxay waa qiimaha soomaalidu waa kuwa quruxda mooday in lays cadeeyo hableenni sayna qurux u hadalayna bay diirka iska wada saareen waa quruxdu maaha madowna maaha casaanna maaha labadaba ilaahay baa sameeyey quruxdu waa qalbiga quruxdu waa muuqaalka qofku uu ku qaabilayo waa bashaashada wejiga waa qof faraxsan qofku qaabilayo qofku soo dhaweyn waa qurux ama suurada ay u samaysatay wataadadu ku dooratayd ku guursatay lagu bedeli maayo noocii weeye laakiin quruxda lagu sheegayo waxa weeye qaabilaada dhoolla caddaynta faraxa wanaaga dadnimada ka muuqata nadaafadda kullu hada waa inaad markaad eegtana nabigu wuxuu yuri sala allahu calayhi wasalam aad ku faraxdo markaad amartana toban kelmadood aynaysa soo daba dhigine ay ku maqasho ay tira haye waxaati waa la samayn sida markaad maqan tahayna ilaaliso gurigaaga aan shirar lagu qabanin oon balaayo kusoo weydaaranine la ilaaliyo oo kuu ilaaliso ammaanad gabadhaa saddexda hadday leedahay nabiga ku salli sala allahu calayhi wasalam boqorad baa alla ku siiyey madaxa ku sido hadday gabar soomaaliyeed weeye laba erayo kugu soo celisana dhaqanka iyo curfiga ilaaliyo hadhowbay ku raalli geline nin walba hadal waa lagu soo celiyey nabigeenna sidaa ayna leh sala allahu calayhi wasalam ayaa hadalla lagu celinay oo loo jawaab celinay oo maaragtay la samaynay nabigu wuxuu yuri sal salam ka idinku khayru badan khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli buu nabigu sala allahu calayhi wasalam ka idinku khayr badan ragow waa ka reerkiisa u wanaag badan buu rasuulku yuri sala allahu calayhi wasalam aniguna waxaanahay ka reerkiisa u wanaag ninka raggaa maaha nin gabadhiisa dib ugu noqdo nin la tirsada ma aha nin ma aragtay xumeeya ma aha nin la ficiltaba ma aha waa nin han weyn waa nin caalamka ku socda waa nin ma aragtay cagataataabadka iyo farajajabinta aan dan iyo muraadka lahayne dunida la tartamay laakiin doqonku budkiisa iyo faashkiisa iyo raganimadiisa gurigu la hortaagay na maxaa tiri iyadaan buu waabinayaaba dunida kale warkama oga kaa ma nihin ragga soomaaliyeed ma aha xaashaa lilah ma aha dad qiimo badan baynu nahay dhaqan wanaagsan baynu nahay waxaa la rabaa in ma aragtay qof walowba dhalishaada waad leedahay guud ahaan baynu ammaananahay laakiin hoos ahaan waa la kala duwan yahay nin walowba inaad isa saxdo oo ilaahay qofku nasiib kuu siiyey aad wanaajiso qof nasiib daran aadan ka dhigin raggayna mas-uuliyadda saaranta alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ninka ragga ah ayay mas-uuliyaddu saarantahay saa daraaddeed ayaa shareecadeenna islaamka ninka waxaa loo baneeyey gabadha yuhuudiyadda iyo nasraaniyadda inuu guursado laakiin gabadha muminadda ninka yuhuudiga iyo nasraaniga inuu guursado looma ogola mal farq maxaa kala bedelay ninku waxaa laga rajaynayaa alrijaalu qawaamuuna cala annisaa inuu gabadha soo geliyo diinta islaamka laakiin gabadha maxaa loogu diiday inay ninkaa yuhuudiga guursato ama nasraaniga dee wuu kaxaynaya xagee geynaya diintiisu geynaya ina alaqlabiya yaa iska leh ninkaa iska leh marka ninow adaa la rabaa inaad marka horena wax wanaagsan aad ka fikirto marka dambena wixii kaaga soo baxa waa nasiibkaah aada u dulqaadato siduu nabigeennu reerihiisa ugu dulqaadan jiray sala allahu calayhi wasalam aadan noqonin mid ma aragtay caawdo oo meelaha taagan oo gabadhi ay ugu xumaatay un meelaha ka yidhaahdo lama rabo waxaaga qarso shibdhi bal awliyada ilaahay wayba ka hayaanba dadka hadday bahal xataa noqoto waxay yidhahdeen mar hadduu ilaahay aniga igu soo horreysiyey labada dhagoodu barhayno haddaan sii daayo oon muslimiinta ku sii dhex sii daayo dee hawlaan ka hanan karay baan ku sii daayay marka aniguna hay rifto waan haynayaa un ilaahay ilaahay uu igu yimaado subxaana wa tacaala si aanan dadka ugu sallidin oon ugu sii daynin bahalkan marka waxaaba la rabaa haddii nasiibkaagu xataa adkaado nin saxaabi ah waa intaan kusoo gabagabaynayay ayaa waqtigii cumar bnu khataab buu xaaskaa ku yara adkaatay deedna wuxuu is yidhi oga cabo amiirulmu'miniin arrintii buu hayn waayo ku yara dhibbadata in dumarka qaar un baa iska yuuso oo hadal badan un oo aan mar qura raadiyaha yaree maaragtay fmta la saaray aad mooddaa suuh marka waa iska dhib badan yihiin inkastoo hablaha soomaaliyeed inu badan hablo sharaf leh yihiin karaamo badan marka allahuma salli calaa muxamed wuxuu u tegey amiirulmu'miniin gurigiisii buu qabtay saa wuxuu maqlay xaafaddii markuu ku dhowyay hadal taagtaagan waaba isagii baaba shuul lagu hayaaba toobinka cumar laftiisi waaba wallaahi gabadhii gabadh fariida oo muslimada
ninkii adiba haystaa maxaa ka gala ku akhriyays inanni gabadhii waa ishayaar deenna ninkii uu isku qajilay saxaabiga wuxuu war mar hadii isagii bay ka ogantaa waxba hal la hadlina culaysina iska noqo sidaas uu laaftay ayuu cumar soo baxay cumar nin il dheer buu ahaa wuxuu arkay ninkan inuu ka noqday maxay guriga kaas war maxaa dhacay soo kaalay maxaa jiray maxaad u noqotay wallahi arri yar baan u socdo samee muxuu arrinka usii baarakaas yuu wallahi xaaskan ka yar cabanayo deedna markii aan guriga usoo dhaway baan arkay adi laftaada daruurta kugu hoortay oo deedna waxaana isii buuri waxa meel walbay ka jiraan waxaad ogaataa guri walba waa ka jiraan taa naftaada ku qanci nin walbana waa u dulqaadanayaa sidaasaana caruur lagu dhalayaa sidaasaana guri muslima lagu hayaa sidaasaana lagu horumaraya guryaha dhisan ama gabadhay ku dhisan yihiin oo dulqaadanaysa oo ninkaa waxoogaa macangaga ama ninka ayaa ay ku dhisan yihiin oo dulqaadanayo waxoogaa gabadha xaggeeda ayay waxoogaa dhib ka jira ilaa way yar tahay laba qof oo isla fahmaya si ay isku helaan ilahay waxaan weydiisanayna inuu reeraha inoo wanaajiyo awlaadda allah inoo wanaajiyo ilaa awlaadda noo wanaajiyo awlaad wanaagsan ilaahu noo soo saar jiil wanaagsan ilaahu noo soo saar dhallinyarada ilaahu guurka u fudayd xul wanaagsan ilaahu sii qof walba ma aragtay qof wanaagsan oo wax la tarbiyeeya oo la dhisa oo akhriya adduunba guryo dhisnaada ilaahu noo dhis ilaahu guryo duman naga daah way nagu bateen ilaahu naga soo afxin guryihii baa dumaya caruurtii wax koriyaba waa la la-yahayo waxbarashadii baa loogu taaglahay dhib badan baa dhacay ilaahu guryo dhisanna sii biraxmadka yaa arxam araaximiin ilaahu tijaarta iyo madaxda haleeshii inay ma aragtay guurkaa ay fudaydiyaan oo hawsha ay ka qayb galaan ilaahu jeebabkooda u fur ilaahu arrintaa ku hanuuni guurar badan iyo guryo badan iyo curusyo badan kuwa dhisay ilaahu nooga dhig ilaahu naga dhig biraxmadka yaa arxam araaximiin wixii wuxuu noo dhan ilaahu naga xijaab inta xanuunsanaysa ilaahu noo shaaf inta dhimata ilaahu noogu naxariis subxaana rabbika rabbilcizati cama yasifuun salaamun cala lmursaliin walxamdu lilah.